بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العام. وصلنا بحمد الله إلى الفقرة 77 بعنوان عمير أخو سعد بن أبي وقاص. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يطمئن على الجنود في غزوة بدر، رأى عميرة مفعول به طبعا منصوب علامة نصبه الفتحة، يتوارى عن أنظار الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يرده لصغر سنه. شفت الشباب كان يعني مش زي ما دلوقتي مثلا يقول لك يا رب اطلع من الجيش، لا دلوقتي عمير كان نفسه يخش الجيش، فبيقول خوفا أن يرده لصغر سنه، مضاف إليه صغر السن يعني، والهاء طبعا في سنه أيضا مضاف إليه، مش سنة، دي كلمة سن هنا مش سنة طبعا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اسم لكن منصوب علامة نصبه الفتحة، أبصره ورده لأنه كان صغير يعني. فجعل عمير يبكي، تخيل يبكي علشان يستشهد في سبيل الله، بص القلوب، يبكي حتى رق له النبي صلى الله عليه وسلم وسمح له بالقتال. فأقبل عمير على سعد فرحا، طبعا حال كيف أقبل فرحا، نكرة أيوة، مشتق أيوة، لا صيغة مبالغة تصف معرفة أيوة، يجوز الاستغناء عنها تمام. ايوه كده، دي شروط الحال يعني. يبقى فرحا هنا حال منصوب علامه نصبه يا شباب الفتحه. وانطلق الاخوان يجاهدان في سبيل الله حق جهاده. فلما انتهت المعركه عاد سعد الى المدينه وحده، اما عمير فقد خلفه شهيدا على ارض بدر واحتسبه عند الله. اعرب ما تحته خط، بني مفعول لاجله، خلي بالك هنا بقى مفعول لاجله، يا بص خوفا، خوفا من أن يرده، من أجل الخوف أو بسبب الخوف، فالمفعول لأجله مصدر يجاب عنه، يجاب عن سؤال بلماذا، يجيب عن سؤال بلماذا. خدت بالك ما بين الفرق ما بين المفعول لأجله والحال؟ الحال نكرة مشتق يصف معرفة، إنما المفعول لأجله لا، مصدر يعبر عن سبب حدوث الفعل. يعني تخيل لما قلت لك إيه، أقول لك إيه مثلا، خلي بالكم انتبهوا للسؤال، للمثال اللي هقوله دلوقتي انتبهوا لي قوي، ما أقول أذاكر راغبا في النجاح، أذاكر رغبة في النجاح، إيه الفرق ما بين الاثنين يا شباب؟ راغبا الأولى حال، أذاكر راغبا دي حال، إنما أذاكر رغبة دي مفعول لأجله، المعنى مختلف. الأولانية مشتق وراغبا اسم فاعل يصف معرفة اللي هو أنا اللي بتكلم ويسأل عنه بكيف، كيف أذاكر راغبا، إنما أذاكر رغبة، لماذا أذاكر رغبة. فانتبهوا للفرق ده ما بين الحال وما بين المفعول لأجله. بيقول لي مصدرا مؤولا وبين موقعه من الأعراب. تعال نشوف المصدر المؤول، أن يرده، ماله في محل جر، من أن يرده، صح كده، في محل جر من رده يعني، يبقى في محل جر. خبرا لناسخ وبين نوعه، طبعا لناسخ برضو مفتوحة، ها كان وأبصره فجعل، بس 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 فجعل عمير يبكي. ينهر أبيض على الخبر ده، ماله يا أستاذ ده خبر؟ أيوة خبر، جعل يعني خبر، لا جعل الفعل الناسخ، جعل دي أنا بسميها يعني بخاف عليها عقربة يعني، ما أنا آسف في التعبير يعني، بس أنا عايز أجذب انتباهك بأي طريقة عشان تاخد بالك قوي من جعل. في اللغة العربية ثلاثة جعل، ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك، ثلاثة جعل وكل واحدة منهم بتعمل حاجة. يعني لو جت جعل بمعنى بدأ زي دلوقتي، جعل عمير يبكي، يعني بدأ عمير يبكي، في الحالة دي تبقى من أفعال الشروع، طالما معها مضارع، طالما معها مضارع تبقى من أفعال الشروع، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. يعني عمير اسم جعل مرفوع علامة رفع الضمة، ويبكي جملة فعلية في محل نصب خبر جعل. طب افرض ما جاش معاها مضارع، تشوف المعنى بقى، لو جت بمعنى خلق تنصب مفعول واحد، جعل الله الشمس، ما معنى جعل الله الشمس؟ يعني خلق الله الشمس، تبقى هنا عادي تكتفي بمفعول واحد، خلق جعل فعل ماضي، الله لفظ الجلالة فاعل عادي جدا، والشمس مفعول به. طب لو جت بمعنى حول، حول، لو قلت جعل النجار الخشب بابا، في الحالة دي تنصب مفعولين، ليه؟ لأنها جت بمعنى حول، يبقى جعل فعل ماضي والنجار فاعل والخشب مفعول به أول وبابا مفعول به تاني.
فتخيلوا شباب جعل دي لازم تاخد قرار. هي مين؟ مين جعل؟ لا وكمان شوفوا ذكاء السؤال، السؤال هنا ذكي قوي، بيقول لك خبرا لناسخ. بص يعني يبدو ان هو يعني سؤال معتاد، لكن افرض بقى هو فرغ لك القطعه في اخر السنه من كل ان واخواتها وكان واخواتها وساب جعل ده. فانتبهوا شباب بالله عليكم، عشان الافعال الناسخه يمين كان واخواتها وكاد واخواتها، فخلي بالك من الحته دي. وممكن برضو تطلع ابصره في محل رفع خبر لكن صح ضميرا في محل نصب. طبعا لو معلش هو انا كان الخبر هنا جمله فعليه في الحالتين. ضميرا في محل نصب، اه تعالى ها يطمئن خوفا يرده، صح كده الهاء. فاكر الضمائر في محل نصب؟ فاكر الضمائر؟ اهي الضمائر تاني اهي قدامك اهي عشان برضو تبقى فاكرها. ها يبقى نقول ايه؟ ضميرا في محل نصب، شوف كده يرده الهاء في يرده، ابصره الهاء في ابصره، لازم فعل خلي بالك ما تطلعليش الهاء ورد ورده صح برضو صح، بس خلي بالك يكون فعل وحده ما تنفعش طبعا في محل جر. امدح الشهيد عمير في جمله من تعبيرك، والله اقول حبذا الشهيد عمير او نعمة الشاب الشهيد عمير. ما تقولش نعمة الشهيد عمير، لا قول نعمة الشاب الشهيد عمير. خلي دايما لو هتمدح بنعمة تجيب كلمة فاصلة من عندك تعرب الفعل، وإن كنت لا أستبعد يعني إنها تنفع كده وتبقى عمير هي اللي إيه؟ هي المخصوص بالمدح، لكن أنا بحب دايما إيه؟ أخلي هو عايز يقول لك تمدح الشهيد عمير، يعني خليها مخصوص بالمدح يعني، فخليك في الأمان أحسن وهات نعمة وكلمة فاصلة وهات له الكلمة اللي هو عايز يمدحها. تعجب من بطولة عمير، لا دي عادي بقى، عندك صيغتين، ما أجمل أو ما أصدق أو ما أشجع بطولة عمير. ده متعجب منه كده ما افعل. طب لو عايز بالطريقه الثانيه، ها اشجع او اجمل ببطوله عمير. السؤال ها بيقول لي كم من شهيد ضحى من اجل الاسلام؟ ايه نوع كم هنا في العباره وما السبب؟ اقول له هنا كم خبريه تفيد الكسره، اهو ده السبب، كم خبريه تفيد الكسره. اقول له خبريه ده نوع العباره كم وليه؟ لانها تفيد الكسره ولا تحتاج لاجابه. لو عايز كمان بقى اتاكد يعني وتزين اجابتك انت، تقول له كم خبريه لانها تفيد الكسره ولا تحتاج الى ايه يا شباب؟ الى اجابه. كده هذه الفقره تمت بحمد الله، فاللهم ارزقنا الشهاده بصدق في سبيلك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.